إذا هون عندي سيستم اسمه ووتر جيت كاتيول سيستم، والفكرة الأساسية فيه إنه عندنا بامب تاخذ مي وبترفع البريشر تبعت هاي المي باستعمال بامب. بعدين في عندنا ايش اسمه بريشر انتنسيفاير بيشبه الجير بوكس في الميكانيكال سيستمز، بيرفع البريشر بيرفع البريشر، وطبعا بدي ارفع البريشر بدي ازيد الفلو حتى اقدر اعوض من هون، فبنزل الفلو بيرفع البريشر وبنزل الفلو زي ما كان الجير بوكس ايش بيعمل بالميكانيكال سيستمز، بيرفع التورك وبنزل السبيد. في عندنا ايش اسمه بريشر انتنسيفاير. البريشر انتنسيفاير بيرفع البريشر بمقدار 1/10، بيرفع هاي بس بنزل الفلو، فحتى احقق نفس الفلو بدي اعمل فلو اعلى وبعدين الفلو راح يصير اقل في هذا السيستم. هذا فكرته هون بعض ارقام عندنا البامب بتنتج البريشر على 300 بي اس اي. نسبة ثابتة للدور 21، نسبة ثابتة 21 زي الجير بوكس، نفس الجير بوكس. ما بعرفش انا مش راح احكي هون عن شو البريشر انتنسيفاير وايش بيعمل بالضبط، بس الفكرة هون انه البامب بتنتج هذا على 300 بي اس اي، لما بضرب هذا في 20 بصير عندي الضغط او البريشر، فبرفع المي الضغط تبعها ل 60,000 بي اس اي. 60,000 بي اس اي طبعا رقم عالي، معرفش حد ممكن يحوله للباسكال، ممكن نحوله للباسكال نطلع عليه. 60,000 بي اس اي شو بيطلعوا بالباسكال؟ هذا هون البريشر تبع الاوت بوت الووتر بريشر اللي بتطلع او الجت اللي بتطلع. طبعا الكاتنج رح يطلع هلا رح يطلع على النوزل رفيعه جدا. النوزل رح تكون رفيعه جدا وقريبه جدا من الماده اللي بدنا نقصها، فبتطلع على ثلاث اضعاف سرعه الصوت. فالمي لما تطلع من هون الووتر سبيد ثلاث اضعاف سرعه الصوت، يعني تقريبا 1000 متر بالثانيه بتطلع بضغط عالي على ضغط 60,000 بي اس اي على سرعه 1000 متر بالثانيه. الفلو اللي موجود بهذا السيستم، الفلو اللي بتعمله البامب هو 20 جالونز بير مينيت. دكتور طلع الضغط 413.6 ميجا باسكال، هذا الضغط اللي هون قديش بيطلع؟ 413 ميجا باسكال. هذا الضغط اللي بيطلع هون. عندي الفلو تبع البامب 20 جالونز بير مينيت، فالفلو هون راح ينزل الفلو. بريشر في فلو ايش بيساوي اليونتس تبعته؟ بالاس اي يونتس لو عندي بريشر مباشر موجود في الفلو فوليومتريك فلو ريت شو بيعطيني؟ باور. فالباور بدنا نحافظ على الباور زي ما قلنا في الجير بوكس ايش بضرب؟ بضرب التورك في الراديانس بير سكند، الروتيشنال سبيد ان راديانس بير سكند. فنفس الشيء للبريشر انتنسيفاير الباور اللي بتدخلها اذا الافشنسي 100% طبعا رح يطلع نفس الباور، فالفلو هون بينزل بيرتفع البريشر ل 60,000 بس بينزل الفلو كيو اوت اذا بدنا نسميه، وهذا هون كيو ان 20 وهذا بصير كيو اوت 1 جالونز بير مينت. دكتور؟ نعم. طيب مش المفروض السبيد يقل مع الفلو؟ اذا الفلو قل لا 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 هلا هو شو بيعمل؟ هو الفلو الفلو صار عندي 1 جالون بير مينيت. هلا احنا بنمرر من نوزل صغيره جدا، في نوزل صغيره جدا، النوزل هاي القطر تبعها اظن هلا بنشوف الرقم 0.01 انش النوزل، بنحطه على نوزل، ما الهدف نطلع احنا شيء دقيق جدا رقيق جدا، لانه الخط اللي بدنا نقطعه هو رقيق جدا، ما بدنا كميه، احنا بس بدنا يطلع على بريشر على سرعه عاليه حتى يضرب في الماده هاي. إذا بتطلع هون هي الشكل هذا، هي هون شكل القطع. فالمادة هون الشيت هاي كان شيء من ستيل عم بقص هون في هاي القطعة عمال بقص من وهذا اللي طالع من هون قريب جدا، فعم بطلع على سرعات عالية جدا. طبعا الأيام هاي ما رح استخدموا شيء السيستم زي هذا، شو رح استخدموا؟ استخدم ليزر، معظم الأيام رح استخدم ليزر، بس هو هذا الكتاب اللي يفرجينا إنه ممكن في تطبيقات معينة إني أرفع اني اقدر اقص ستيل باستعمال مي، بس اذا رفعت سرعتها بشكل عالي وحطيتها على ضغط عالي من هون. وعندنا النوزل اللي بيطلع من هون، هذا طبعا هذا لازم يكون قريب جدا للقطعه ولا بخسر البريشر.
النوزل هذا لازم يكون قريب جدا ومسكر النوزل يعني فتحته صغيره جدا. الدايمتر تبع الجت اللي موجود هون من 0.005 انش الى 0.01 انش. قديش 0.01 انش؟ يعني بالمليمترات بيكون عندي 0.01 انش مضروب في 25.4. قديش بيطلع بالمليمترات اذا ضربنا 25.4 في 0.01؟ 0.254 ربع مليمتر. فالدايمتر تبع الدايمتر الاكبر والدايمتر الاصغر اقل من هاي المسافه. فهذا هو الدايمتر تبع الفلو اللي راح الجت اللي طالع اللي بيعمل القص عمليه القص من هون اللي طالع من النوزل. وهي الكاتنج تيبل الكليه تبعت هاي. فصار كانها نوع من السي ان سي ماشين بس بتعمل على مبدا المي من هون. زي ما حكيت التكنولوجيا الحديثه راح تصير ليزر الان معظم هذا. بس هذا احد التطبيقات اللي كانت في